انترفيو. مواصلين في برنامجكم حتى التسعة متاع الصباح. نهاركم زين، نهاركم مبروك. محاضرة معنا في المباشر استاذ الاقتصاد رضا شكونديلي. صباح النور، مرحبا بك على موجات اكسبريس اف ام. صباح الخير، مرحبا وشكرا على الاستضافه. شكرا ليك، شكرا لقبولك دعوتنا وتفاعلك معنا اليوم الصباح. حبيت نرجع معك سي رضا على اللي اصدره صندوق النقد الدولي فيما يخص لي دي بريفيزيون جدد بالنسبه لتونس اليوم، دونك حسب المعطيات اللي تقدموا دونك الاسبوع هذايا بمناسبه لقاءات السنويه لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. بالنسبة للنمو معناتها قاعدوا على نفس النسبة 1.3% بالنسبة ل 2023، وبالنسبة ل 2024 حسنوها شوية، دونك ولات معناتها 1.9%. وقت اللي لو تو دانفلاسيون دونك في بلادنا معناتها الاف ام اي يقول انه باش يكون حوالي 9.4% في 2023، في 2022 كان 8.3%، دونك تقريبا دونك الزياده هوني واضحه. وحسب نفس المصدر معناتها صندوق النقد الدولي، العجز باش يمثل عجز البالانس دو كونت كوران معناتها اليوم فيها تراجع مهم، تعدى من 8.6% في 2022 ل 5.8% في 2023، ويتوقعوا حتى يزيد يهبط 5.4% في 2024. شنو تعليقك على هذا كل سيدة شكونديلي؟ نعم، في الحقيقة هو لما نقارن توا لي بريفيزيون تاع البنك مونديال ولي بريفيزيون تاع الاف ام اي، هو الاف ام اي اكثر متمكن اكثر من التطورات اللي قاعده تقع في تونس، ويشتغل اكثر على الكور تيرم اكثر منه على اللون تيرم، ولكن البنك مونديال هي تشتغل اكثر على اللون تيرم. ولكن الزوز هذوما راهم يحينوا التقديرات نتاعهم كل ثلاثه اشهر اون فونكسيون دو ليفوليسيون، معناها من تاع الاحداث في الداخليه وكذلك الاحداث الجيوسياسيه في العالم. الصندوق النقد الدولي هو يعتمد على الارقام نتاع المعهد الوطني للاحصاء، واحنا الارقام هذه لا تقول الى حدود النصف الاول من هذه السنه هناك ركود، وركود تضخمي، وذاك علاش بناه هو على اذا كان يتواصل، اللي هو خاطر هما اش يعملوا هما لي بريفيزيون، يقول لك كان الوضع هذا باش يتواصل من السنه والعام الجاي واش باش يعطي. اللي قاعد موجود في تونس هو العمل الكل على الناحية المالية، وما فماش عمل في الناحية الاقتصادية. إيش معناها هذا؟ معناها ما نوردوش مثلا المواد الأولية اللي هي لازمة على مستوى الإنتاج، وكذلك مواد التجهيز، ونمشي ونخلصوا ديونا بالديفيز، ونحافظوا على الموجودات من العملة الصعبة باش الدينار التونسي يقعد رولاتيفمون متماسك. إذا كان التصرف هذا نتاع الحكومة باش يقعد السنة والعام الجاي، واش باش يعطي؟ باش يعطي كما قال لك التضخم المالي باش يزيد بطبيعة الحال، ومعناها لي بريفيزيون أونيفو دو لا كرواسونس هانهم باش ينقصوا، معناها ما نعرفوا احنا الفرضية نتاع ميزانية الدولة هي 1.8%، والتوقعات نتاع صندوق النقد الدولي يعني كانت من الاول 1.6% هبطت ل 1.3 و 1.2، والبنك مونديال 1.3، وبالتالي كل متفقين للزوز على انه بالنسبه للسنه ما نجموش نعملوا الفرضيه نتاع ميزانيه الدوله، لانه احنا عاطيين اكثر الناحيه الماليه اكثر منه من الناحيه الاقتصاديه، لانه الحكومات من بعد الثوره وحتى الحكومه هذه تقريبا اللونجاج نتاعها هي الخطاب نتاعها وخطاب موجه للخارج، يعني على مستوى التوازنات الماليه، ولكن الخطاب ماهوش موجه الى الداخل، الى الاعتناء بالاقتصاد الوطني وتحسين مؤشرات النمو ومؤشرات البطاله، وبالتالي نسبه النمو مرشحه للانخفاض على مستوى هذه السنه، وكذلك يعني هناك نوع من التحسن ما ناخذوش عليه برشا. 2024 من هنا ل 2024 مازال عندنا
ثلاثيات أخرى وتطورات أخرى من هنا وهناك، وعندنا انتخابات رئاسية، وعندنا يعني تحولات على مستوى الانتخابات الأقاليم وما شابه ذلك، وبالتالي فما عديد الأشياء باش تتغير وتجبر المؤسسات المالية الدولية على تغيير على تحيين التقديرات نتاعها. نحكيو على السنة التوقعات، هذا هو يعني على المستوى الاقتصاد الحقيقي هناك إشكالات، هناك مشاكل، ولكن على المستوى التوازنات هناك تحسن، يعني هذا خيار مشينا فيه على أساس أنه باش نعطيه يعني أهمية أكثر للتوازنات المالية، ونأجلوا الريفورم على مستوى الاقتصاد بالنسبة للسنوات المقبلة. هذا كان علاش نلقاو معنا انخفاض نسبة النمو وتحسن على مستوى التوازنات والعجز الجاري والعجز التجاري وما شابه ذلك. بالنسبة ليك معناتها دونك حاجة ماهيش ظرفية سي ذا شكونديري، يعني سي ستركتوريل معناتها حاجة، وهل لي توندونس هذوما باش يدوموا معناتها حسب رايك يتاكدوا، خاطر نشوفوا معناتها مثلا نسبه نمو ما تحركتش، ولكن فما معناتها مثلا بتي شانجمون صار في تلقى في مؤشر اخر، دونك نعرفش حسب رايك معناتها شنو مخبي الاسابيع والاشهر والسنوات. لي موديل دو بريفيزيون الكل يمشيوا اذا كان فما كونستانس او نيفو دي كومبورتمون، يعني إذا كان الشيء هذا يتواصل لمدة حتى الآخر السنة، هذا مش يعطي بطبيعة الحال إحنا توا ماشيين شنو نحو التوازنات مالية داخلية وخارجية، وهناك إشكالات معناها والضريبة اللي يدفعوها وهو على مستوى الاقتصاد الحقيقي، يعني على مستوى النمو الاقتصادي وعلى مستوى مواطن الرزق. دونك هذا خيار مشينا فيه احنا، ولكن خيار بطبيعة الحال خالط. إذا كان هذا الخيار باش يتواصل من هنا إلى آخر السنة، هذا إيش باش يعطي؟ بطبيعة الحال باش يعطي مزيد تراجع على مستوى معادلات النمو الاقتصادي وتحسن على مستوى التوازنات، وهذا هو بالضبط النتائج اللي أفرزتها التقديرات نتاع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وبالتالي ما إن تنجم تكون كان هكا، ما تنجمش تكون حاجة أخرى. يعني التوقعات هذه لا توقعات منتظرة. أنا اللبناني كنت أنتظر التوقعات هذه لا. كنت تسمح سيدة أشكندي باش نمشيو فاصل قصير، راجعين معاك. جلسة البارح في البرلمان على موضوع استقلالية البنك المركزي، مازالوا لنا 3 أيام على آخر أجل باش تقدم مشروع قانون المالية للنواب للمجلس للتمداع ومجلس نواب الشعب. هذوما حاجتين حبينا نحكيو فيهم. كنت تسمح بعد فاصل قصير راجعين. مواصلين مع استاذ الاقتصاد سي رضا شكونديري، نجدد لك التحيه، مرحبا بك، شكرا لتفاعلك معنا اليوم الصباح في برنامج اكسبريسو. سي رضا معاش كان تسمع فينا ما زلت معنا. اهلا وسهلا. مرحبا بك. مرحبا بك سي رضا. فقط بيع وجاله معناتها، فقط نذكر للمستمعين اللي التحقوا بنا، حكيت على بعض المؤشرات اللي صدرت عن صندوق النقد الدولي بمناسبه اللقاءات السنويه للصندوق فيما يخص نسبة النمو، تقعد هي 1.3% بالنسبة ل 23، بالنسبة ل 2024 دونك تحسن ب 1.9 في المية. نذكروا انه بالنسبة للتو دانفلاسيون دونك يقولوا انه باش يكون 9.4% في 2023 وقت اللي كان 8.3% في 2022، وينجم يخلط ال 9.6% في 2024. لا بالانس دو كونت كورون كما كنت تحكي قبيلك شويه انت على التراجع بالنسبه للعجز اللي تعدى من 8.6% في 22 ل 5.8% حسب ايهم باش يتعدى في 2023.
23 و5.4% في 2024. هذا موضوع وحكينا فيه وفسرت انت على الاقل قراءتك في الارقام هذه. زوز مواضيع اخرى، موضوع استقلاليه البنك المركزي، كان البارح في مجلس نواب الشعب، نعرفش كان عندك انت معطيات على ما تم تداوله اليوم وعلى الخيار هذا، انت مع ضد معناتها استقلاليه البنك المركزي. سيدي داش كندري بعد حم نحكي معك شويه على ممكن شو نجم ننتظروه، شنو الروح اللي ممكن لازم نلقاوها في مشروع قانون الماليه القادم. نبداو بموضوع الاجتماع اللي حسب ما سمعنا صار البارح في مجلس نواب الشعب. هو في الحقيقه هذا مش متعلق بقانون الماليه للسنه المقبله، هو متعلق بالقانون الاساسي للبنك المركزي. الاشكال هو انه المهمه الاساسيه اللي هي مخوله للبنك المركزي وهو استهداف التضخم المالي، ولكن نلاحظوا انه المهمه هذه ما نجحش فيها البنك المركزي بامتياز، وقاعدين نشوفوا في مستوى الاسعار يعني اطلاع بصوره كبيره وكبيره جدا، وحتى الاستناد الى التضخم المالي بالانزلاق السنوي اعتقد انه معناها سين ريفيرونس كي ني با فريمون تري كوريكت. وكان نمشيو احنا نشوفوا لي زيفوليسيون تاع تو دانفلاسيون في بالانزلاق الشهري، نلقاو ديما فما زياده والمستوى الاسعار تقريبا قاعد يرتفع من شهر الى اخر، ما شاهدناش في حتى شهر هناك تراجع على مستوى المؤشر العام للاسعار، الاسعار قاعده تزيد بصوره كبيره وكبيره جدا، وبالتالي حتى اذا كان اعتمدنا ان الطرح الاستباقي نتاع البنك المركزي اللي يقول انه الترفيع في نسبه الفائده يعطي نوع من يعطي يعني اون بيس دانفلاسيون بعد 9 أو 12 شهر، حتى تبعت الطرح هذا ونلقاو انه الطرح هذا مش صحيح، لانه كي ناخذ بعض الفترات اوت مثلا في 2022 لما رفعنا في نسبه الفائده ب 25 نقطه، وقتها التضخم المالي كان في حدود 5.6%، بعد 9 أشهر 6.4%، وبعد سنة 6%، يعني ما طاحش تحت 5.6. في أفريل 2017 زدنا 25 نقطة، وقتها التضخم المالي كان في حدود 5%، بعد 9 أشهر زاد 6.6%، وبعد سنة زاد كذلك إلى 7.8%. كذلك في مايو 2017 زدنا في نسبة الفائدة ب 25 نقطة، وقتها نسبة التضخم 4.8، بعد 9 أشهر 6.8 رجع زاد، وبعد سنة 7.5%. هناك عديد الأمثلة اللي توري هذا الاستناد إلى الطرح الاستباقي، يقول لك لا أنت تشوف لي توا، لا ما تشوفليش توا، شوف لي بعد 9 أشهر ولا بعد 12 شهر. تبعت أنا الطريقة هذه ولقيت كونه حتى الطرح الاستباقي هذا ما يعطيش جدوى وفاعلية للسياسة النقدية في تونس، وأعتقد أنه السياسة هذه هي سياسة يعني غير ما عندها حتى جدوى على مستوى التضخم المالي. النقطة الثانية هو أنه وريت كونه المقاربة اللي اعتمد عليها البنك المركزي هي مقاربة خاطئة، تعتبر أنه المشكلة موجودة في الطلب يعني في الاستهلاك الخاص، هي تعتبر أنه العائلات التونسية هي المتسببة في التضخم المالي، علاش؟ خاطر تورد في المواد الاستهلاكية، والمواد الاستهلاكيه هذه كي توردها تولي العجز التجاري يزيد، وبالتالي القيمه تاع العمله تاع الدينار تتراجع وتعطينا انفلاسيون. اور كي جينا نشوفوا احنا كي جيت نشوف في العجز التجاري مثل السبب نتاعو منين، احنا عندنا 12.2 مليار دينار، يعني منين جاي هال 12.2 مليار دينار؟ جاي اساسا مش من المواد الاستهلاكيه، بل بالعكس المواد الاستهلاكيه في الثمانيه اشهر الاولى هو فيها فائض مش عجز، يعني 700 مليون دينار، وحتى في الثمانية أشهر نتاع 2022 و2021 ماهوش تري امبورتون، يعني 300 مليون دينار و700 مليون دينار مقارنة بالحجم الكبير نتاع العجز التجاري. العجز التجاري هذا جاي من 12.2 جاي 6.5 كاملة مليار دينار من الطاقة، و 4.6 مليار دينار من المواد الاوليه ونصف المصنعه، و 1.3 مليار دينار
من المواد التجهيز و 0.6 مليار دينار من المواد الغذائية. يعني المواد الاستهلاكية ما هيش السبب بتاع العجز التجاري في تونس، وبالتالي العائلات التونسية ما عندها حتى مسؤولية في التضخم المالي. شكون مسؤول على التضخم المالي؟ هو الدولة اللي هي رفعت في الحصة بتاع الاقتراض الداخلي من حجم الميزانية بعشرة نقاط كاملة. في 2010 كانت حصة الاقتراض الداخلي من حجم الميزانية 3.8%، توا ولات في 2023 13.6%. هذا شو وقع؟ يعني الدولة ولات تتسلف برشا إفراط في الـ في الـ في التدين الخارجي، وعطت الفرصة للبنوك أنها باش تحقق أرباح خيالية. البنوك هذه لعبت دور وسيط، أو خلينا نسموه وسميته أنا، وربما هناك من تأثر وقال كيفاش تسمي التسمية هذه، سميته السمسار. والسمسار بصفة عامة هو يصور برشا فلوس في الوساطة بتاعه، في المهنة الجديدة هذه بتاع الوساطة اللي تخليه هو بدون أي مجهود يعني يحقق أرباح كبيرة وكبيرة جدا. وش وقع؟ وقع أن في ديفيكسيون، معناها من بالعربية نسموها استبعاد الاستثمار الخاص من الحق في التمويل، ولا فما اسيشمون دو ليكيديتي اللي هو يخلي انه المؤسسات الصغرى والمتوسطه ما تنجمش تتحصل على التمويل اللازم، والتمويل كله ماشي لتمويل فقط الدوله. وبالتالي هذا خلق اشكال على مستوى الاستثمار الخاص، وبالتالي على مستوى النمو الاقتصادي. كذلك الترفيع في نسبه الفائده رفعت في الكلفه بتاع المستثمر، انه فماش مستثمر ما يتجهش الى القروض البنكيه باش هو يمول الاستثمارات نتاعو، زادت في الكلفه، وبالتالي نفرت المستثمرين من الاستثمار وعطات نوع من الانكماش على مستوى الاستثمار. وهذا كانش نعيشوا احنا في ركود، والركود هذا التضخم يخاطر فما ارتفاع على مستوى معدلات التضخم المالي. كذلك يعني اعطات نوع من التقلص على مستوى الاستهلاك الخاص، خاصه الموجهه للمواد المحليه مش المورده. يا بابا لا يخلط على المواد اللي تتباع في السوق الداخليه، خلي بشيء يخلط على المواد المورده. راه المواد المورده على مستوى المواد الاستهلاكيه تجيب فيها الدوله عن طريق الدواوين. السكر شكون يجيب فيه؟ القهوه شكون يجيب فيها؟ السيريال شكون يجيب فيه؟ مواد دواوين ماهوش العائلات التونسيه. وبالتالي العائله التونسيه خطاها. الترفيع في نسبه الفائده هذا كذلك يعني اعطى عجز تيجي عجز ميزانيه الدوله، معناها فما التفاقم تاع عجز ميزانيه الدوله من جراء ارتفاع كلفة استخلاص الديون الداخلية. تعرف لي زانتيري تاع المؤسسات البنكية التونسية أعلى بكثير من لي زانتيري تاع المؤسسات الأجنبية، وبالتالي معناه هذا أثقل كاهل ميزانية الدولة وأعطى تفاقم تاع العجز ميزانية الدولة، وخلت الدولة تزيد تطلب في الديون الداخلية ودخلتها في دوامة من الاقتراض الداخلي. معناها تقترض باش تخلص ليزانتيري، وتقترض باش وتعاود تخلص ليزانتيري بسوم معناها عالي برشا، وتقترض مره اخرى ودوامه مفرغه من الديون. يعني شكون ربح من العمليه هذيلا؟ ربح فقط السمسار اللي هو مع البنوك اللي قاعدين يخدموا في مهمه سهله ياسر، قاعدين يقرضوا في الدوله بدون مخاطر، ويقول لك انا باش نمشي نسلف المؤسسات الصغرى والمتوسطه، نمشي نسلف الفلاح، يجي عام شفاف مشينا كلينا ترسينا ما نشموش المؤسسه الصغرى او الفلاح يخلص الديون تاعه. وبالتالي اختاروا ثنيه الاسهل واللي هي مضره بالاقتصاد التونسي، اللي خلات انه نظام نقدي قاعد يحقق في ارباح كبيره وكبيره جدا، واقتصاد قاعد يتراجع على مستوى النمو وعلى مستوى خلق مواطن الرزق. هذا الديكالاج هذا ولا الديكوتومي انتر بين الاقتصاد النقدي والاقتصاد الحقيقي، خلينا نعيد النظر في الدور هذا تاع استقلاليه البنك المركزي. اما قلت انا نعم لاقرار البنك المركزي للدوله، ولكن بشروط. حطيت الشروط انا، شروط نتاع شروط. اولا لابد من انه الشرط الاول، لابد ان يكون التمويل هذا الاقراض هذا يمشي الى غايات انتاجيه وليس غايات استهلاكيه، يعني يمول نفقات التنميه. ولابد ان يكون هذا المبلغ محدد،
بالمبلغ يكون محدد ليش؟ بالتعاون بين الحكومة والبنك المركزي في إطار سياسة جديدة اللي هي تعوض السياسة المنفردة النقدية المنفردة من طرف البنك المركزي والسياسة الجبائية والمالية المنفردة المطبقة من طرف الحكومة. نعوضوها هذه السياسة مزدوجة بوليسي ميكس اللي هي تخلي البنك المركزي والحكومة يتعاونوا مع بعضهم باش يحدوا المبلغ هذا. هذا يتطلب أنه محافظ البنك المركزي يحضر في اجتماعات نتاع مجلس الوزراء ويشارك في تحديد ملامح السياسة الاقتصادية، يعني المخططات الاقتصادية والميزان الاقتصادي وميزانية الدولة، وهذا يتطلب كذلك حضور يعني وزارة المالية الحكومة في مجلس إدارة البنك المركزي لتحديد ملامح السياسة النقدية، وهكذا يعني يكون فما تعاون. كذلك يتطلب شنو؟ يتطلب أنه هذا حاجتين، يتطلب أنه مراجعة في القانون الأساسي للبنك المركزي بإضافة هدف ثاني وهو النمو الاقتصادي مع التضخم المالي. نقول قائل علاش هذا؟ على خاطر وقت البنك المركزي باش يزيد في نسبة الفائدة املا منه انه باش يحارب التضخم المالي، خاصه خاطر هو يعتقد انه المشكله في الطلب وفي الاستهلاك، اور هو المشكل مش في الطلب في الاستهلاك، هو مشكل في النمو الاقتصادي، المشكل في العرض وليس في الطلب، لانه احنا قاعدين نعانيو من تراجع على مستوى النمو الاقتصادي. وقت يحاول وقت يقول انا باش نزيد في نسبه الفائده لازم يقرا حساب التاثير هذا على مستوى الاستثمار الخاص وعلى مستوى النمو الاقتصادي، وبالتالي يكون عنده هدفين في عوض هدف واحد، محاربة التضخم المالي ودفع النمو الاقتصادي. وهذا نضيفوه في القانون الأساسي للبنك المركزي. لكن كذلك وقت اللي باش يقرض البنك المركزي الدولة يلزم الإقراض يتوجه نحو نفقات التنمية، وبالتالي لابد من تغيير كذلك على مستوى قانون الميزانية في مبدأ عدم التخصيص، لأنه الموارد اللي تمشي للدولة كسوة موارد الاقتراض أو الموارد الذاتية يمشي، وبدون أنه نلزم الدولة أنه المورد هذا يمشي للغاية هذه، لا يلزم نغيره على أساس أنه يكون الاقتراض الداخلي يذهب مباشرة لتمويل نفقات التنمية. وقت لهذا يقع يولي نفقات التنمية تعطينا المعنى التمويل هذا ليمشي لغاية إنتاجية لدفع النمو الاقتصادي، وقتها يقع فما وفرة للطيبي يزيد، الانتاج يزيد ويقع وفرة في السوق، وهذا باش يسهم في انخفاض المستوى العام على للاسعار وليس حتى التضخم المالي. احنا ما يهموش المواطن التونسي، يهموش التضخم المالي زاد ولا هبط، التضخم المالي هو النسبة نتاع الارتفاع نتاع الاسعار. احنا اللي حتى لاحظنا شنو اللي بين اوت وبين سبتمبر من 9.3 الى 9 هو النسق نتاع الارتفاع الاسعار تباطأ فقط، وليس مستوى الاسعار تراجع. احنا اللي يهمنا اكثر شيء كتونسيين كمواطنين يهمنا الاسعار، مستوى الاسعار تنخفض، ما تنجم تنخفض الا بمقاربه تمشي تعتبر انه المشكله في العرض، البروبليم سي بروبليم دوفر اينو با ان بروبليم دو دوموند. وهذا علاش انا قدمت الطرح هذا وطالبت بالتغيير هذا على مستوى القانون الاساسي للبنك المركزي في اطار اضافه الهدف الثاني، وكذلك التغيير على مستوى قانون الميزانيه في إطار يعني تغيير على مستوى مبدأ التخصيص لتوجيه هذا المبلغ المتفق عليه بين الحكومة والبنك المركزي في إطار السياسة المزدوجة لتوجيهه فقط إلى نفقات التنمية، حتى يكون عنده يعني دفع النمو الاقتصادي وخلق الثروة اللي باش تعطينا وفرة على مستوى السوق وتعطينا انخفاض على مستوى الأسعار. سيدي داش كونديلي يعطيك الصحة على الإجابة هذه العميقة، معناتها دوكا في قراءتك أنت معناتها في الموضوع استقلالية البنك المركزي. فقط نختم معاك بالسؤال اللي قلته قبيليكا، شنو هو حسب رأيك الروح؟ يعني مش ندخلوا في تفاصيل فسوف با سبيكولي، ما عاد مازال نهارين ثلاثة وتبعث رسميا، معناتها تبعث رسميا مشروع القانون المالية للبرلمان. فشنو هو الروح حسب رايك لازم تكون في المشروع القانون هذايا؟ كان ممكن في 30 ثانيه الاجابه. انا شوف، انا قراءتي الخاصه انه ما ينجمش يكون قانون ماليه
ذا جدوى إلا ما ينطلق من رؤية اقتصادية. والرؤية الاقتصادية دي لا تنطلق من مخطط خماسي، والمخطط الخماسي يقع تنفيذه كل عام عن طريق الميزان الاقتصادي. كل سنة الميزان الاقتصادي يطبق، ينزل على أرض الواقع التوجهات على مستوى المخطط، والميزانية هي تمول الميزان الاقتصادي. احنا مش قاعدين نشوفوا في هذا، هاو غير القانون هذا، هاو غير القانون هذا، علاش تغير فيه؟ ما نعرفوش علاش نغيروا فيه، وبالتالي ما فماش رؤية اقتصادية. في غياب الرؤية الاقتصادية الواضحة اللي تخلينا احنا نعرفوا شنو نحبوا، شنو نحبوا نوصلوا، شنو الأهداف اللي نحبوا نوصلوا لها. القوانين المالية ما هي إلا تكرار للماضي، المقاربات هي نفسها، وبالتالي النتائج هي نفسها، بغض النظر على التغييرات اللي باش تقع على مستوى القانون المالية وعلى مستوى القوانين. لابد أن تكون لنا رؤية واضحة، نحبوا نعرفوا وين ماشيين. كي نمشوا نتفاوضوا مع الاتحاد الاوروبي نعرفوا شنو نحبوا، كي نمشيوا للاجتماعات السنويه هذه نتاع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي نعرفوا شنو نحبوا، كي نمشيوا للاجتماعات تاع البريكس نعرفوا شنو نحبوا. يلزمنا رؤيه اقتصاديه، وقتها نشوفوا هل قانون الماليه يتماشى مع الرؤيه ولا يتعارض مع الرؤيه. هذا هو النقاش الاساسي اللي يلزم يتعمل. في فقدان الرؤيه مش تقول لي القانون هذا باهي ولا مش باهي ولا كذا، اقتصادي بون شنو نحبوا نوصلوا احنا. معناها ما انا اعتقد انه النقاش حول القوانين الماليه اللي هي قوانين مجرده جايه مسقطه بدون رؤيه اقتصاديه لا معنى لها، ولا نعرف قاعدين نتناقشوا في الفارغ. وبالتالي انا احنا لتوا مازال ما عندناش النص الكامل، انا ولا يوصلني حتى شيء، يعني هناك تكتم كبير على مستوى المعلومه. ومن المفروض أن قانون المالية أو ميزانية الدولة أو خاصة قبل هذاك الميزان الاقتصادي اللي لازم يتناقش في مجلس النواب باش نشوفوا اسكو عندنا الأهداف هذا متفقين عليها ولا مش متفقين عليها، اسكو باش نواصلوا احنا في السياسة هذه باش ندعموا التوازنات المالية الداخلية والخارجية على حساب الاقتصاد الحقيقي ولا لا. سي امبورتون كان نتفقوا على هذا، تو نشوفوا وقتها بعد قانون الماليه سكو يتماشى مع هذا ولا ما يتماشاش. احنا قاعدين معناها نحطوا ونثبتوا، معناها ما عندناش رؤيه اقتصاديه، ما نعرفوش شنو نحبوا، وبالتالي القانون هذا كل واحد باش يفسره على حسب هو شنو كيفاش يرى الاشياء. مازال ما عندناش معناها نقاط مشتركه على مستوى الرؤيه الاقتصاديه اللي نحبوا نوصلوا لها. شكرا لك السيد رضا شكندالي على تفاعلك معنا اليوم الصباح في برنامج اكسبريسو، شكرا لك يعطيك الصحة. باش نمشيو احنا الان مع فاصل قصير ثم راجعين مع الفلاشونج كاريق ديما، و باش نمشيو عبر الهاتف وين نحكيو اليوم الصباح بعد شوي باش يكون معنا حسن زرقوني في مداخلة في بعض الدقائق، وباش نرجعوا معه غدوة حسن زرقوني على لو ديبا اللي باش يصير في صفاقس اليوم حول موضوع كيتي لو بيي فران اي موتيفاسيون شي لي جون تونيزيان. موضوع هذايا على الشباب اللي قاعدين يغادروا، شنو اللي نجم يخليهم ما يغادروش، شنو اللي يشجعهم انه يغادروا. دراسة وبالارقام معناتها حسن زرقوني تنرجعوا عليها غدوة بالتفاصيل، ولكن كلام دايم بعد شوية. تحية المستمعين في صفاقس اللي يهمهم الامر بتاتخ يحبوا يكونوا على المكان، نعطيهم شوية تفاصيل هكا وأكثر. قدوا معنا راجعين.